اليوم نحن نحتفل في هذا المؤتمر، مؤتمر الأعمال لدول أمريكا اللاتينية مع دولة الإمارات ودبي. الهدف من هذا المؤتمر أن تعزيز دور الإمارات عالمياً وإقليمياً في جذب الاستثمار والتجارة بين أمريكا اللاتينية إلى دولة الإمارات. الآن بلغ حجم التجارة بين دبي وأمريكا اللاتينية السنة الماضية وصل 40 مليار درهم صادراتهم لنا. نحن من هنا من دبي نصدر 2 مليار درهم إلى أمريكا اللاتينية. هذا يعني اليوم عندنا حضور 1700 شخص أتوا من أمريكا اللاتينية لحضور هذا المؤتمر. هذا يدل أن هناك اهتمام كبير بدور دولة الإمارات ومكانة دبي وغرفة تجارة دبي للدعم التجارة البينية بيننا وبينهم. هم أتوا هنا لاعترافهم أن الإمارات منصة جيدة للانطلاق إلى مجلس التعاون، شمال أفريقيا، آسيا الوسطى، شبه القارة الهندية، ها كلها صارت أسواقهم. فلذلك هم قاموا بتأسيس 400 شركة من أمريكا اللاتينية تم تأسيسها في دبي، من هنا ينطلقون إلى العالم الخارجي. فنحن كثير مسرورين بهذا المؤتمر. هذا هو المؤتمر الرابع، نحن نسوي المؤتمر هذا كل سنتين، فهذا المؤتمر الرابع، والآن نحن ناخذ نجاح النظرة الثاقبة لغرفة تجارة دبي اللي بدوا هذا العمل من 8 سنين تقريبا. يعني هو معظم استيرادنا من أمريكا اللاتينية الآن تعتمد على مواد غذائية. أنا أظني أمريكا اللاتينية فيها فرص ليس فقط في المواد الغذائية، ففي التصنيع هناك مهم، فهناك فرص كثيرة. نحن من هذا المؤتمر بعد سنتم تشكيل وفد من دولة الإمارات لزيارة هذه البلدان واكتشاف الفرص للاستثمار هناك. نحن نريد من تجارنا ليس فقط يركزوا على دولة الإمارات، بل 50% إن شاء الله من دخلهم يأتي خارج دولة الإمارات. نحن متفائلين جدا باقتصاد دولة الإمارات، ونحن نراقب الأرقام، وهناك تحسن كبير، والتوجه الآن إلى المزيد من الاستثمار من الشركات العالمية إلى دولة الإمارات. وإن شاء الله خلال السنتين القادمة اقتصادنا سينمو بأرقام أكثر عما شفناها في السابق.